افلام الحراك بتحبها لمحمد شرف؟ دادا دودي ورهينه واسف على الازعاج. انا اسف على الازعاج وفيلم الرهينه. في فيلم زكي شان. اسف على الازعاج وكان الرهينه. في ظرف طارق. فيلم زكي شان. ايه اكتر الافيهات اللي انت فاكرها؟ هو احلى افيه عجبني لما هو كان حرامي ودخل حسن حسني قعد يضرب فيه، قال له اضرب اضرب خلينا توب، قال له انت ما توبتش ليه من اول قلم. فيلم الرهينه ما قال له افتح يا عم انا عمري. ممكن لما كان بيتكلم مع ماجد الكدواني بيقول له احنا امتى بنتكلم في حاجات زي كده كلاوي. افتح انا عمري. هو كان معسكر في المعسكر كانت اكتر حاجه معلقه معايا لما كان بيقول له عيش معايا اللحظه دفع حسن حسني وطبعا ايه قال له ده انا ايه ده انا عاوز يعني اديك فلوس على كل قلم. الله يرحمه وطبعا اعماله ما زالت يعني موجوده في التلفزيون والناس كلها بتشوفها يعني. يعني ممثل بصراحه ليه حضور، ممثل رائع يعني، كان بيطلع دايما ادوار دور تاني بس هو مؤهل ان هو الله يرحمه بقى يطلع دور اول.